بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية هذه الحلقة نرحب بالشاعر صالح بن سليم الفهمي في برنامج نجوم فهم، وعبر شبكة مجالس قبائل فهم في هذا البرنامج الحوار الشيق بإذن الله. فأهلا وسهلا بك أبو عبد الله. الله يسلمك ويحييك حبيب. في البداية ودنا تعرفنا متى كانت بدايات الشاعر صالح، علما أنك من بيت شعر وهذا شيء معروف ومفروغ منه. الله يسلمك. والله يا أبي يحيى، هي لم تكن هناك بداية فعلية، ولما حتى كلمة شاعر أنا عندي هذه على تحفظ، ولكن ربما حجم الأسرة وفكر الأسرة أنهم كلهم بيئة شعر جعل أن الناس يعترفون بهذا الشيء. منذ الصغر وانا مجالس والدي ومجالس عمامي كلها كانت مجالس مليئه بالشعر على نفس المنطقه اللي هم فيها، وكانوا معروفين بين القبيله بهذا الفن. فكانت منذ البدايه وانا صغير مع الوالد مع الاعمام يتبادل بعض الشيء الى ان وصلنا لهذا الحد. بداياتك كانت في شعر النظم ام في لون الرجز؟ والله البدايه كانت في الرجز. في الرجز أولا؟ نعم، كان فن حماسي ويستهويني، وكثير كان معروف عند الأسرة عند الوالد عند أعمامي، فكان يستهويني هذا الرجل، كنت متابع وربما أنتجت من المتابعة ليس بشعر. لا، الموهبة موجودة والشعر موجود، ولكن أول مشاركة لك كانت في حفل تجمع حفل أم كان في مناسبة خاصة؟ والله كان في حفل. في حفل؟ كان في حفل عند قبيلة الخلوان، وكان في استقبال ربعنا من أهل القرنة، وكان مقدمة الشاعر معيوب بن محيسن. نعم. فكيف ما شئت إلا وأنا قدمت نفسي وقلت رجزة هناك، فكانت هي بداية المشوار. هل تذكر هذه الرجزة؟ نعم. طيب تفضل سمعنا إياها. بها باللحن. باللحن الرجز الطبيعي. طيب. يا لا 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 لي يا لا لا لي يا لا 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 لي يا لا لا لي يا لا 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 لي يا لا لا لي يا لا لا يا لا لي لا لا لا. يا مرحبا رحبا وثنا باللي قريب ومن تعنا، أقول عن ربعي ومنا في حلة رجال الحماسي. يا مرحبا رحبا وثنا باللي قريب ومن تعنا، أقول عن ربعي ومنا في حلة رجال الحماسي. هذا النهار اللي تمنى أصحابنا اللي ذي وطنا، وإحنا الرجال اللي مسكنا نرسي كما ترسي الرواسي. هذا النهار اللي تمنى أصحابنا اللي في وطننا، وإحنا الرجال اللي مسكنا نرسي كما ترسي الرواسي. هل تذكر رد الشاعر عليك، الشاعر معيوف اللي كان مقابل؟ معيوف لم يرد، لأن كان ما كان في ذاك مكبرات الصوت، وكانوا باقي القوم بعيدين، فممكن ما وصلت، لكن استلحقني بعد الانتهاء العرضة وسمعها مني، وكان يضحك ويعلق عليها، وبالعكس شجعني أبو محيسن عليها، لأن كان في موقف سابق وربطها مع الموقف السابق في حفلة عند أهل القرنة، وأتوب الحارث عليهم موردين، وكان هناك في حماس وفي بما يعرف بأنها قبليا من الأمور، فكان معيوفي يذكر رجزة في ذلك الحفل يتمنى متى يجي يوم حتى يوردون أهل القرنة على بالحارث. نعم. وكانت تدور على هذا الموضوع، ان هذا اليوم اللي تمنيت معيوب احنا اللي كنا امس، سواء استقبلناكم او ضفناكم. فهو شجعني حتى انه كان يقول لي لا تقول لا من هذه وفوق. شيء جميل. بالنسبه لشعر الرجز، فعلا هو شعر حماسي وشعر لون من الوان الحرب، حربي اكثر منه عاطفي او اجتماعي، ويناقش قضايا في القبيله حساسة، فنجد بعض الشعراء تكون بينهم احتكاكات قوية. هل تؤيد هذا الشعر ووجوده، وهل أثر على القبيلة سلبية؟ شعر الرجز فن جميل جميل، ربما أني أتكلم بحكم أن أحب هذا الفن،
قد تكون شهادتي به مجروحة، ولكن ما يحصل هذا قلة لا يعمل، وربما من أناس قلة وفي مناسبة، ربما كثرة المناسبات هي اللي تسبب هذا الكلام. يعني كثرة كان قديما الرجز وقت التصير في استقبال الضيوف وفي توديعهم، وأحيانا يكون حتى ما في توديع، أحيانا يكون استقبال فقط، فكان قلة، والشيء إذا كان له قليل يكون له طعم خاص. وفعلا كان هناك شعراء حقيقيين ليس مستشعرين، احنا ربما نكون مستشعرين، ربما نكون فضوليين، يسمينا المشاهد زي ما يسمينا، ولكن الآن أصبحت كثرة المناسبات حتى أصبحنا نقول ما أكثر الشعراء وما أقل الشعر. عندما تسمع الحفلة يمكن ما طلع منها ببيت أو رجزة واحدة شعر حقيقي، وجهة نظر، وقد يكرها الزملاء في الساحة، قد ينكرون هذا الشيء، راجع لهم. جميل أبو عبد الله، لكن شعر الرجز أيضا نجده يتطرق لقضايا يناقشها ولكن لا يوجد لها حلول، ما هي الأسباب؟ أعتقد أن كون الإشارة إلى القضية وكون إشارة الحل، من يريد الحل سيبحث، ولكن هناك ربما صاحب القضية لا يفقه في الشعر شيء، ربما حلت أمور لا يحتاج أن نظهرها على الساحة ونقول كذا وكذا، لأن الشعر مبنى على الترميز وعلى نبش المعنى من قبل الخصم، وربما هناك تداول في بعض الأبيات وصار لها صدى، ولكن ليس على الظاهر وعلى المفهوم. بالنسبة لشعر المحاورة أيضا كان لك في بعض المساهمات ومشاركات، لكن ليست من المستوى اللي استمريت فيه، ما هي الأسباب؟ والله بالنسبة لشعر المحاورة، أولا أنا لا أرى أني أستحق كلمة شعر، قد يكون رحم الله من أبا قدر نفسه، لأن عندي أني نوعا من معرفة قليلة، والرجل يعرف ماذا يقدم، يحترم عقول عقل المتلقي، عقول المستمعين أثناء الحفلة، ربما تقدم قليل خير من كثير لأني رأيت. الأمر الثاني ربما عدم تطبيق بعض الألحان، فأنت لم تنزل الميدان بلحن أو لحنين، قد يأتيك خصم ويبدأ بلحن لا تعرفه، الاعتذار هنا يعتبر نوع من الانهزامية، وهناك فرق. كثير من الناس يحتجون بإساءة الصوت، يقول لك هناك شاعر، هناك الشاعر رشيد الزلامي، هناك الشاعر عبد الحميد الفهمي، ومع ذلك واصلوا، ولكن أنتم هذا عذر مردود عليكم. هناك فرق بين سوء الصوت وبين تطبيق اللحن، قد أكون طبق جميع اللحن لكن صوتي سيء، وقد يكون صوتي سيء لا صوتي حسن ولا أستطيع أطبق. فإذا كنت أطبق اللحن أستطيع أجاري أي شاعر، أستطيع أبدأ أي قاف أريد ألعب عليه ولا عندي مشكلة، والناس راح يستمعون للشعر ويجبرهم، إذا كان عندي مادة شعرية راح تجبرهم حب المادة الشعرية على تقبل صوتي، مثل ما أجبرت الجمهور على استماع رشيد الزلامي. حقيقة شعريتك ما حد يختلف عليها، سواء قللت منها أنت شخصيا أو لم تقلل، فالشاعر شاعر بشهادة الشعراء الذين يقابلونهم، فلكن عدم استمراريتك في المحاورة، يعني تتطرق لبعض الحفلات، أنا شاهدت لك محاورة مع الشاعر معيوف في أحد المناسبات، وكانت محاورة جدا جميلة و فيها معنى الشعر الحقيقي الصحيح. والله فعلا حصل محاورة بيني وبين معيوف في حفلة أعتقد في سوق جدم كانت. نعم صحيح. الأخ منير سياكل. نعم. وكان معيوف اللي طلبني، لأن العصر كان دارت بيننا رجز، فكنت بديت مع معيوف، ومعيوف شاعر متمكن وأستاذ كبير وله وزنه سؤال، خاصة من يقدر الشعر من يعرف معنى الشعر. فأتى الملعب في الليل، معيوف قال تعال ابدأ محراف، وفعلا طلبت معيوف وكان هناك، وبرضه أشاد بي أبو محاسن، وهذه شهادة والله أعتز بها وإشادة فخر لي، ولكن كما قلت لك سابقا عدم تطبيق الألحان كان يعني أعتبره عائق كبير أنا،
أمامي الأمر الثاني ربما يكون هناك تحفظات بعض الأشياء، ربما هناك انشغالات كثيرة، ولكن عدم تطبيق الألحان هذا وربما أني أحب الاستماع لتم متفرج أحسن. في الشعر النظم أيضا لك بعض القصائد تطرقت لبعض القضايا منها الاجتماعية ومنها في قضايا خاصة ومناسبات خاصة. متى كانت أول قصيدة كتبتها تذكرها في قصائد النظم؟ والله ربما أول قصائد كانت حبيسة الأدراج راحت على أدراج الرياح. ربما هن عندنا مشكلة الانتقاد الذاتي، يعني هن قبيلة لا يطلع منا إلا الشعر المتمكن. لماذا؟ لأن عندنا انتقاد ذاتي، ربما الشخص يحرك ذاته بذاته، وهذا سائد في المجتمع ككل. أعتقد أن حتى الشعراء الكبار اللي الآن على رأس الهرم مثل الشاعر معيوف، الشاعر عبد الحميد، الشاعر، هؤلاء أعتقد ما طلعوا إلا بشق الأنفسهم. لماذا؟ من المجتمع. عندنا مجتمع لا يرحم القبيلة، وصلنا ناس يعني أنهم فاهمين في الشعر متذوقين، ربما تقتل بعض المواهب لهذا السبب. فكنت أحيانا أكتب بعض الأبيات ثم أنتقدها بنفسي قبل أن أنتقد المجتمع ثم أتركها. ولكن ظهر بعض القصائد وهي قلة جدا، ظهر قصيدة في قضية المعلمين، فكان أحد الزملاء عارف أني أكتب الشعر وكان هناك حملة لدى المعلمين، فطلب مني وألح علي فكتبت قصيدة وفعلا سلمت في الحملة وسلمت لمعالي وزير التربية والتعليم. ممكن تذكر لنا القصيدة؟ لعل بس أننا نذكرها. سلام يا رمز الوفا نسل الأبطال، يا راعي الجزلات يا محكمة الشور، يا قايد التعليم يا طيب الفال، يا سيدي ما يلحقك نقص وقصور. أنا بقول لك قصتي وصف الحال على السنع هذا أن عدة أعصور، يا ما تحملنا مشقة وترحال، ويا ما قضينا سنين غربة عن الدور، نسكن بدار ما بها يوجد إرسال، ودرب جلد يمير ورمال وصخور، على الخطر نمشي في القفا والإقبال، هذا رحل عنا وهذاك مكسور، وما صار في وادر من خير الأمثال، ضحاب عمره واصبح اليوم مقبور، نبني صروح العلم ونخرج أجيال، هذا طلع عالم وهذاك دكتور، والنفع عائد للوطن وانت رجال، تعرف حقوق العلم وتقدر الدور، يمير هالنجزاء على هذه الأعمال بالنقص والحرمان من حق مخبور، يا فيصل اللي زاد لي 9 ريال، والوضع مزري والعدالة لها دور، أكيد بتقول المعلمين يحبون الفلوس واجد، يا فيصل اللي زاد لي 9 ريال، والوضع مزري والعدالة لها دور، وشلون يرخص حقنا والملك قال نضرب بشرع الله على هامة الجور، وشلون تذهب خدمتي والزمن طال، وصير مثل اللي تعين له أشهور، يمير فيك نعلقه مال ومال، لأنك رجل ما تقبل الظلم والزور، انتهى مكانك يصدر أقوال وافعال، ولا أنا يمير منهي ومامور، والله ما يعزب لنا ربع مثقال، وما غاب عنا اليوم في الأرض منشور، ويا موطني حبك بقلبي ولا زال لموت فوق أرضك من الظلم مقهور وسلامك. في شعر النظم هناك مدارس شعرية معروفة، هل تجد نفسك لأحد المدارس هذه أو تجد مدرسة محببة لك؟ والله يا أخي فعلا هناك مدارس وهناك أساليب، قد تجد الشاعر هذا أنك تقر أنه شاعر، ولكن قدر الأسلوب اللي يتخذه لا يناسبك ولا يأثر فيك، قد تجد الشاعر عنده أسلوب يتأثر به، وهناك يعني كثير من الزملاء في الساحة الشعرية سواء جمهور أو شعراء يقللون من الشاعر إذا ما نسبهم أسلوب الشاعر، مع أن الشعر ويقللون حتى يصلون لشاعرية الشاعر، وهذا شيء خطأ فادح. أنا مثلا ما ناسبني أسلوب الشاعر الآن، إذا أني رجل عاقل وعندي نظرة متزنة أعرف أن الكلام اللي يقول هذا شعر حقيقي، ولكن ربما يكون أسلوب الرجل لم يناسبه، فأنتقد الأسلوب لا أنتقد الشعري. طبعا هناك مدارس إذا قرأت لهم تأثر بهم جدا، هناك الشاعر فلاح القرقاح أسلوب حماسي جدا يشدني، هناك الشاعر عبد الرحمن بن بديع، هناك شعراء كبار، ولكن ربما هذا اللي يشدون انتباه المتابعة كذلك. بالنسبة أيضا للشعراء النظم كثرة المسميات، فهذا يسمى شاعر تقليدي وهذا يسمى شاعر حداثي، فما هي الفرق بين الشاعرين، الشاعر التقليدي والشاعر الحداثي؟ والله يا أخي ثقافة فكر وتغيير فكر. نعم. قد يكون الشاعر التقليدي عنده مسميات ومفردات مخزنة في الذاكرة عنده قديمة جدا،
عندما يلقي القصيدة بهذه المفردات يحس الشخص اللي عارف هذه المفردات يحس القصيدة طعم آخر. ربما يأتيك شخص متربي في الحداثة ما يعرف المسميات القديمة بيستخدم الأشياء اللي بيعرفها صحيح بنفسه، فعندما يسميها تكون مجتمع مقبولة، لكن المجتمع غيره ما عارف الأشياء هذه ممكن ما تصوغ. لكن ما نصل للانتقاد الأشخاص، ولكن هذه وجهة نظري هذا الشيء. ايضا الشاعر الذي يعتمد على الشعر التقليدي ايضا بعض المسميات تكون من عصور جاهليه وقديمه غير موجوده في الساحه وغير متداوله بين الاجيال الموجوده الان، فبرضه ايضا يصعب فهمها مثل ما يصعب فهم الشعر الحديث على الاشخاص كبار السن مثلا. صدقني يا ابو يحيى قديمك نديمك مهما كان، انا اتوقع ان هذه كافيه ومهمه. اذا نسينا لو أننا محافظين على مسميات أجدادنا وساكننا ما كنا ضيعناها ورحنا للمسميات ما ندري من وين جاتها. ما نختلف في هذا إن شاء الله. كل شاعر يبحث عن جماهيرية ويبحث عن الانتشار الأوسع، يخدم في هذا الإعلام سواء مقروء أو مسموع أو مري. هل كانت لك مشاركات في مع الإعلام مع الصحف؟ أبد ولا أبحث عن هذا الشيء. لماذا؟ عندي أنا لا أريد أن أكون أسير شاعر أبد. أنا لم أتخذ الشعر لأنه هو الطريق الرئيسي والهم الأكبر عندي، عندي هم أكبر من الشعر، والشعر هذا هو أعتبره مشاعر وشعور في أي وقت ممكن تنفس به عن نفسك وتواصل طريقك. أما أن تكون شاعرا وتجرب وسائل الإعلام وتكون علاقات ليصير معك لقاءات ولتفرض نفسك على المجتمع، لا يا أخي، ما تقدم راح إذا القبول عند الناس راح يفرضكم علي. ولماذا تسمي فرض على الجمهور؟ أنت شخص عندك موهبة وعندك مادة تقدمها للمجتمع وتقدم فيها المجتمع، بالعكس أنت تقدم شيء خدمة للمجتمع أيضا، فلماذا تسميها فرض عليه؟ ستنتشر من خلال المنتديات إذا عرضت على المنتدى، من خلال المذوقين الشعر إذا أحد رأى شيء عندك صدقني ما راح. ولكن أما أنك أنت تنادي الناس على هذا الشيء ما هو صحيح. المنتديات ايضا كان عندنا سؤال يتطرق له، ان كثير من الشعراء يتجه للانترنت ونشر القصائد عبر المواقع الالكترونيه سواء خاصه او عامه، لكن يبقى الانتشار محدود. ايضا الانترنت يعني هل خدم الشعر فعلا؟ نعم خدم الشعر وحفظ المعروف، ولكن ربما ان يعني خدم اليوم اصبح العصر عصر تقنية والنغ وعصر السرعة، ما عاد هو يعني ممكن الجيل الاول ممكن هو ما يستفيد من النت، ما يعرف يطلع، ما عنده الخلفية بالتقنية، ممكن ذولا. ولكن فئة الشباب الاغلبية يطلعون على هذا من خلال النت، تنتشر القصيدة بسرعة، اي خبر الان يصير في اصقاع الارض يصلك في ثانية، كذلك انتشار الشعر نفس المواد. بالنسبة للإنترنت أيضا هناك عوائق تواجه بعض الشعراء وهي السرقات الأدبية، نسب القصائد لشعراء غير معروفين. واجهتك المشكلة هذه أو نسبت لك بعض القصائد لأشخاص آخرين؟ لم تواجهني، وبشركم أني خايف على قصائد، يمكن عدد أصابع اليد ويمكن لقيتها 100 مرة وما فيها شهود، ما حد يقدر يسرقها. مثبوتة؟ مثبوتة، هذه ما رأيتها. ولكن هناك قضية تطرقت لها وهي بيع الشعر. أحيانا سرقة القصائد يعني تتم تحت غلاف بيع الشعر، يأتي إليك شخص يريد أن يظهر، سبحان الله أنا ما أدري نقص الشخصية أو مرض نفسي، نعم، يسميها المشاهد كما شاء، فيقول أبغى قصيدة تسجلها لي ودفع لك سواء بمقابل أو إذا كان تعرفه، أعطيتها القصيدة، سمى القصيدة أنا ونشر القصيدة، بعد فترة من الزمن جاء بينك خلاف أنت والشخص هذا، انكشفت الأوراق، ادعى بالسرقة. هذه تسير أحيانا، ولكن نسأل الله السلام. الشعر أيضا هناك بعض الشعراء لا يتقبلون النقد لنصوصهم الشعرية أو يرون أنفسهم في مكانة أعلى من أن يوجه لهم أصابع النقد. والله يا أخي أولا ينبغي إيجاد الناقد حقيقي وليس الآراء السطحية. أحيانا تجد أن الشخص ربما أول كتابة في النقطة وفرض نفسه على الشاعر، إذا كان ناقد حقيقي وخبرة
فهي تأخذ وجهة نظر بعين الاعتبار, وفي النهاية تبقى وجهة نظر تستفيد منها, العاقل يستفيد منها, أما اللي ينتصر لذاته أو لنصه فهذه ما أرى أنها تضيف للشاعر شيء, بالعكس يعيش في كبت ويعيش في حزبيات ما لها نهاية. لكن الشخص يستفيد من نظرة العاقل وينظر منه الشخص اللي قدم له الانتقاد, هل هو شخص أهل لذلك؟ إذا أهل لذلك تنظر لانتقاده, إذا عندك رد عليه بحدود الأدب وحدود تقبل النقد بصدر رحب, بالعكس أنت مستفيد, هو مقدم لك درة. طيب من يحدد إمكانيات الناقد هذا؟ وهذه راجع كتب الأدب تعلم الناقد. نعلم الناقد ونعلم ما هي خصائصه في كتب النقد, لكن بعض الشعراء أيضا تصل به الغطرسة أنه حتى الناقد المتمكن المتعلم الذي يملك, هذه توقع حالات نادرة يعني. حالات نادرة, وفي النهاية يبقى هو خسران حتى لو استهان أو ما نظر للناقد هذا بأنه ناقد وأنه على السطح وأنه الكلام الصحيح الشاعر, هناك عقول تعرف أن هذا الشاعر أخر. هناك بعض الشعراء شاركوا في مسابقات مثل مسابقة شاعر المليون, وشاعر المليون هناك لجنة على قامة كبيرة من العلم النقدي وأيضا ممارسة الشعر. بعد نهاية المسابقة بعض الشعراء اعترض على انتقاد اللجنة. بالنسبة للشاعر المليون من قليل متابعة كانت, ولكن سمعت الكلام هذا ووصلت إلى الهجاء حتى ربما هجوا اللجنة. نعم صحيح, وهذا شيء راجع لشخصه, ربما أنه لا يرضى عن الحكم وعن فروضه يرى أنه في الصدر, ربما أنه ردة فعل واستغلها الإعلام واستغلها النت ما مدها يتراجع عنها, هذا يصير. الساحة اليوم امتلأت بالغث والسمين من الشعراء, فهذا الشاعر متمكن وهذا الشاعر مستشعر وهذا الشاعر مثل ما قلت قبل دقائق مشتري, فكيف نفرق بين هؤلاء كلهم جميعا؟ إذا أنت متذوق للشعر تعرف تفرق, وإذا أنت مع الزحمة الله يعينك. هل هذا كافي لتفرق بين الشاعر والمستشعر؟ نعم, أنا قلت لك بداية اللقاء قلت ما أكثر الشعراء وما أقل الشعر. خرجت علينا في الأشهر الماضية ظاهرة جديدة وهي الهجاء, فتداول هجاء قوي بين شعراء في الخليج العربي وانتشرت أيضا بين شعراء داخل وطننا هنا, هل ترى ظاهرة الهجاء ظاهرة جيدة للشعر؟ والله يا أخي موجود في الشعر الهجاء, ولكن ما ظهر, أنا أعتقد أنها ما تصل لدرجة أنها ظاهرة, وما حدث في الساحة من هجاء بين شاعرين معروفين, ربما تكون وجهين, أما أنهم للإظهار الإعلامي وبطريقة مغلبة وأن بينهم من الصداقة والعلاقة معهم, أو أن في أمر شخصي لا نعلم مساهم الإعلام في نشرها واتساع ركعة القضية. الشعر النسائي فرض نفسه في الساحة الشعبية وبقوة, هناك من ينكر هذا الشعر, ماذا تقول؟ لا أنكر وأيد شعر المرأة, فالشعر هو شعر من رجل أو مرأة, إلا أن المرأة أصدق من شاعر من رجل. لماذا أصدق؟ ربما مرهفة إحساس, وهذا الرجل إحساسه ليس بالشكل الجيد. شوفنا فإن النعمة لا تدوم. بصراحة كلمة عهودة, أنت شاركت في مواقع إلكترونية كثيرة, أي موقع كان قريب من نفسك ووجدت فعلا في شعراء استفدت منهم وكسبت منهم خبرة؟ موقع الهيلة أتيب. للشاعر صالح تجربة في المواقع الإلكترونية من ناحية إدارة المواقع ومتابعتها, كيف كانت هذه التجربة إذا وصفتها لنا في وقت موجز؟
والله يا أخي الحياة مدرسة، وأنا يعني سبحان الله التجربة دائما تستفيد منها خبرة، مهما فيها من تبعات ومهما فيها من إشغال وقت ومهما فيها من أمور ومهما فيها من أحيان اختلافات وجهات النظر، إلا أنها تستفيد خبرة. فأنا دائما أنظر للجانب هذا الإيجابي. كان لك دور بارز حقيقة أثناء مشاركة الشاعر عبد الحميد الفهمي في شاعر المعنى من خلال إدارتك لموقع إلكتروني، وكان أيضا هناك تعاون مع موقع قبائل فهم، تحدثنا عن هذه التجربة. والله أصلا أنا قبل المسابقة أنا كنت في الموقع، سؤال موقع كبير وموقع الشاعر، مسكت إدارة موقع الشاعر عبد الحميد في الشاعر يعني شاعر القبيلة ومستقبلها في الشعر ولا يستهان فيه ومثل القبيلة، وكان هذا حتما على كل فهمي لديه الغيرة أن يقف في هذا الموقف، ومثل ما شفنا كان أبو أحمد يعني مشرف جدا. أما بالنسبة للموقع فهو عمل قد تقول تطوعي، متى ما وجدت نفسك تقدم ومتى ما وجدت نفسك تنتج واصل، وإذا رأيت انشغالاتك ورأيت فترك المساء مكان لمن هو أجدر منك ومن هو يستطيع أن يقدم ما يريد. من خلال الساحة وجدت المسابقات الشعرية، هل فعلا خدمت الشعراء وهل قدمت شعراء جدد للساحة الشعبية استفادت منه؟ من ناحية خدمت الشعراء، ولكن خدمت الشعراء على حساب غيره ماديا. لو أتيحت الفرصة للشاعر صالح بالمشاركة في إحدى هذه المسابقات هل سيشارك؟ لا. هل شاركت في مسابقة شاعر الملك؟ لا. نطلب منك إحدى قصائدك ونترك لك حرية الاختيار. الله يسلمك. قصيدة وجهتها للشاعر معيوف عندما كنت بمحافظة رانيا عمل هناك، وكان مواكب وفاة الشيخ مفتاح بن بركة الله يرحمه، رحمة الله عليه، قبل الشيخ أحمد بن سالم الله يرحمه. وكان بهذه المناسبة يقول: يا مرسلي من فوق في قصار بجناح آخر مديلات الطرازة، الجدادي من ديرة السبعان عصرية الراح ما يظلم إلا من غميقة، وغادي يطيح نصف الدرب والجيب ما طاح مقرب طوال الدروبة، البعادي من صاح بيت الطيب كالساب الأمداح بيت الحكيم اللي علومه، قوادي يسلم عليه وقدم العلم بيضاح، أعطيه علم الصدق علم الوكادي، قل له ترى قلبي على قدر فواح عمين ما يمسيل يلجو هادي، قل له ترى قلبي على قدر فواح عمين ما يمسيل يلجو هادي، بسباب دنيا خلت أيام أنا تراح سيد الليالي مخلفات المرادي، بسباب دنيا خلت أيام أنا تراح سيد الليالي مخلفات المرادي، واللي يصبرنا على واللي يصبرنا عن أحمد ومفتاح إن البلاد تقال ما هي بلادي، ممن وحكم الله على كل الأرواح، لكن يحداني من الهم حادي تبرى الجروح العالقة عند جراح إلا جروح الوقت تبقى، جدادي وإن قلت لك سالي وطيب ومرتاح بينت من نومي وشربي وزادي، ويا من الدار شبه خالي وضحضاح قليل وأكثرهم قليل الرشادي، بذلت بعض الجهد من باب الإصلاح مرز عيونه للفتن والتمادي، ناسا على شب الفتن زنت قداح اللي ذاعتها على كل رادي، وعيفت من نصف المخاليق يا صاح حتى تساود جمعتي وانفرادي، وقبل القلم عن بيض الأوراق ينزاح قبلت حياتي من أعمق فوادي، كتبت روس أقلام والسد ما باح وعلق تجاوبني براين سدادي، وصلاة ربي عد ما بارق الله على الرسول المصطفى خير هادي. اللهم صل وسلم وصح لسانك. بين الشعراء دائما هناك مساجلات، حصل بينك مساجلات وبعض الشعراء؟ والله ما حصل، ممكن تكون عبر المنتديات شيء ما أذكرها على 5 أبيات أو 6 أبيات، ولكن أنا أيد المساجلات كثير لأنها هي أحفظ للشعر ودائما تكون في أشياء تليق يعني بالمستمع. نعود نطلب منك من لون الرجز مما تذكره من أحد المناسبات. الله يا أخي ما أستغرق، أبي أجيب لك على المخونس. تفضل. أنا رجز ثلاثي باع المخونس. مخونس فعلا. يا لا 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 يا لا 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 لي يا لا 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 لا
يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا مرحبا ترحيبة مصدرها مني وعن رش الرجال انشرها اللي على حدود لا أدي نزلا ولا تجي وقت اللوازم عزلا وافعالها كل العرب تذكرها يا مرحبا ترحيبة مصدرها مني وعن رش الرجال انشرها اللي على حدود لا أدي نزلا ولا تجي وقت اللوازم عزلا وافعالها كل العرب تذكرها ما قولنا شاعر فهم واكبرها لكن لا غنيت في محضرها ارجع الهزلة بيوت الهزلة وبصرف من نوادر جزلة وطوع بيوت الشعر واسخرها ما قولنا شاعر فهم واكبرها لكن لا غنيت في محضرها برجع الهزلة بيوت الهزلة وبصرف من نوادر جزلة وطوع بيوت الشعر واسخرة صح لسانك يا عبد الله صح لسانك نعود لشعر المحاورة هناك ظاهرة واضحة في شعراء المحاورة وهي الشللية تجد أن كل شاعر يحيط به مجموعة من الأصدقاء على ما يقال في الظاهر وهي مجموعة من الشلة تحدث ما تحدث من إخفاقات ومن إساءة لبعض الشعراء نظرتك لهذه الشللية في الوسط وسط جمهور المحاورة وسط شعراء المحاورة عفوا والله هذه لا أؤيدها وأعتقد أن عندنا مسمى ظاهرة هذا بالمجان اي امر خلاف بسيط ظهرناه وكبرناه واحيانا بعض المواضيع التافهه يعطيها الاعلام اهميه يجعلها قيمه مع ان الموضوع لو ترك وما اثير لا في اعلام ولا في سواء شتى وسائل الاعلام ما رايي والمفهوم يبقى هو يموت على مكانه ولكن احيانا الاعلام يعطي الموضوع ويسميه ظاهره فانا احمل الاعلام مسؤوليه بعض الاشياء ممكن يوجد خلافات شخصية شعراء بشر يعتريهم معدل المجتمع من خلافات شخصية من مشاكل من مواقف في الحياة ليس من الزن فأحيانا بعض الأمور تسير لكن لا أعتبرها تصل إلى ظاهر أيضا هناك بعض الشعراء المحاورة تجدهم يعني يختارون ألفاظ خارجة عن الذوق العام ألا يسيء هذا للشعر؟ يسيء للشعر ولكن تحمل الملامة صاحب الله المكان الذي سمعها أو أتى بها إنه قد الشاعر أو المتذوق سواء معزب أو جمهور عار من يختار مهما كان حتى الشخص يعني قد يكون قريب قد يكون إلا أن إذا عندي ذوق وعندي عقلية رأي اختار شعراء اللي يحملهم مسؤولية كلام يكون عاقل أما أن يأتي بشخص مستشعر لا يعرف ما يقول يهرب ما لا يعرف ثم بعد ذلك حمل ملامة وأنا جاني على نفسي هذه الملاسنات يعني حصلت من شعراء كبار حتى في الساحة يعني مو هو شرط من بعض الشعراء المبتدئين أو الشعراء الجدد على الساحة في شعراء لهم وزنهم في الساحة ولا أسماء كبيرة يعني لو ذكرنا أسماء يعني تهز ممكن تصير يكون جمع شاعرين خلاف شخصي ممكن خرجوا بشر يعتريهم ما يعتري البشر من خطأ ولكن ليس على الدوام وربما هناك شعراء كما تفضلت ولكن تراجع عن خطأهم والآن هم كما كان فكتنا فيهم كبير شاعر المعنى برنامج أحدث اسم في الساحة الشعبية فمن وجهة نظرك
هذا البرنامج؟ ما هي إيجابياته وما هي سلبياته؟ والله أخي أول شيء بعيد عن إيجابية سلبية، عجبتني الفكرة التجارية بالبرنامج. جميلة جدا جدا جدا، يعني أصبح القبائل تحت مسمى الحمية وتحت ضغوط الحمية ناسين وين يودون، يمكن المتحدث واحد منهم، ولكن فكرة البرنامج التجارية أنا أعتبرها إيجابية، هذه فائدة. نعم. في الدم الحين هناك أفكار تجارية مجنونة كما يقول المجتمع. بالنسبة لسلبيات البرنامج أكثر من إيجابياته، ممكن قد يكون في إيجابية للشاعر، إيجابية شخصية، ولكن على المجتمع نتكلم المصلحة العامة. نعم. ومن المعلوم قاعدة شرعية أن درء النفاس المقدم على جنب المصالح. نعم. قد يكون فائدة الشاعر شخصيا ما ننكرها، يظهر الشاعر، تكثر دعواته، يستفيد ماديا، يعني يستفيد علاقاته، تنتشر الأضواء، ولكن سلبيات البرنامج مع هذه السلبيات لا زال البرنامج له حظوة اجتماعية وله قبول في من الشعراء. هذه النسخة الأولى مضت، والنسخة الثانية أيضا الآن انتهت ويحضرون للنسخة الثالثة، وسنجد أرتال من الشعراء. لكل زمان جيل، والأجيال ربما تجد قليل واعي والبقية نفس سابقين. نطلب منك أيضا قصيدة ومن اختيارك. قصيدة، أذكر قصيدة لقيتها في مناسبة زوجة الأخ نايف تخيل، يقول: باسم رب الكون علام ما تخفي الصدور، مطلع كل السراير خلقنا من عدم، ابتدي قف المعرفة وحاسس الشعور، اخضعي لي يا قراطيس واكتب يا قلم، يا سلام الله على اللي يحلنا الأمور، الرجال أهل الوفاء والرجال أهل الكرم، ما ولا رجال عند اللوازم معذور، إن عزمنا الشيخ جيناه ولا ما عزم، واجب العاني حتم علينا بالحضور، عند تقدير اللوازم وتوثيقه ألزم، وانت يا نايف تخيل تزيد النور نور، ليلة الأفراح حانت أسى الفرحة تتم بعدها، بستاذن القوم في بضعة سطور، همة الدنيا توصي على شحذة الهمم، الشهور أيام وعوامنا مثل الشهور، والسنين اللي تبقت على ساقة وقدم، عاشوا أهل البادية سنين ما يلقون نور، يمرحون الليل وليصبحوا حاشر الغنم، الطبائع طيبة والمبادئ ما تبوق، والتقاليد الأصيلة لها ذوق وطعم، واستدارة لفة الوقت والدنيا مرور، واصبح التيار مرار في روس القمم، والحضارة صار تيارها فينا يدور، العجم صارت عرب والعرب صارت عجم، ركبوا دش القنوات جلب الشرور، وان بغيت تغير السالفة غير رقم، استبيحة حرمة البيت وإحساس الغيور، والصغير اللي مبداه مبداها انهدم، يا أولول الباب يلي لكم في الشور شور، علموا مبدأ النصيحة لواحد ما علم، يا عسى الله يرحم الحال والخالق غفور، غافرا لذنب عبده ولو ذنبه عظم، والعفو والمعذرة لو حصل منا قصور، مجتهد في الخير والمجتهد ما ينحرم، والصلاة على رسولنا يوم النشور، خصها الله بالشفاعة على كل علم. اللهم صل وسلم على حبيبنا وصح لسانك أبو عبد الله. نعود للرجز مرة أخرى ونطلب منك مادة من هذا اللون الجميل. الآن راح أجيب لك على لحن القصيدة. يا لا لا يا لا لي لا يا لا لي لا يا لا لي لا 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 يا لا لا يا لا لي لا يا لا لي لا يا لا لي لا لا سلام يا أهل الطيبة والمعروفة والساس العريب يا العزوة اللي في اللوازم ما يبيح سدها سلام يا أهل الطيبة والمعروفة والساس العريب يا العزوة اللي في اللوازم ما يبيح سدها أنتم وحنا نحمي المقافة في اليوم الصعيب واليوم خير وكل من جاله لزوم استدها أنتم وحنا نحمي المقافة في الوقت الصعيب واليوم خير وكل من جاله لزوم استدها. صح لسانك عبد الله. في أبيات شعرية قلتها في
أبناء العمومة قبيلة عدوان، فهل تسمعنا هذه الأبيات مشكورة؟ أبشر طبعا. هذه أبيات شاركت بها عندما سجلت عضوية في منتدى أبناء العمومة، لعلي بس أذكر الأبيات كاملة. يقول: سلام مني يا رجال الحلاحي، يلاد عمي في الشدايد حزامي، دعوة بني عدوان نعم الرجاجيل الطيبين الغانمين الكرامي، من ديرة الفهمان جينا مقابيل، ولا جيتكم يا قوم جيعان ضامي، ننصام جالس للنشامة مداهيل، العود الأزرق طيبها والخزامي، والكيف داير جوف بيض الفناجيل، وتلقى بها التقدير والاحترامي، دايم مجالسهم مزوحة وتعاليل، هذه غنيمة مع عيال العمامي، عسى تعوض في السنين الغرابيل، عقب الفراق اللي خذالها عوامي، واليوم عصر العظمة هو التساهيل في ظل أبو متعب، واليوم عصر العظمة هو التساهيل في ظل أبو متعب، رفيع المقام حمد وشكر واللي عطى ما هو. يقول: واليوم عصر العظمة والتساهيل في ظل أبو متعب، رفيع المقام لا عاد به حطن ولا عاد به شيل، الأمن سايد والنظام النظام حمد وشكر واللي عطى ما هو بخير، وفضل صلاح على الرسول وسلامي. اللهم صل وسلم. في ختام هذه الحلقة أبو عبد الله، نفتح لك باقة رسائل تكتب فيها ما تشاء لمن توجهها وماذا تقول فيها. الباقة الأولى لإدارة موقع قبيلتي، فقبيلة فهم قبيلة عريقة، هي من صنعت نفسها تاريخا ومجدا يخلد اسمها، ولكن كنا في هذا الزمان بحاجة إلى من يظهر هذا التاريخ وهذا المجد بطرق تواكب العصر، فالحمد لله الذي سخر من أبناء هذه القبيلة من يقوم على هذه الرسالة، وعلى رأسهم أنت ويحيى، فنسأل الله لكم التوفيق والسداد، فقد خدمتم القبيلة وأبناءها وأظهرتم موروثاتها ووثقتم أفعالها وأمجادها بطريقة تقنية أثبتت عراقة هذه القبيلة وتاريخها التليد. الباقة الثانية إلى شعراء القبيلة، أنتم تحملون رسالة سامية وتمثلون قبيلة عريقة، فهيا للتلاحم وللتواصل ولتحكيم العقل لا اتباع الأهواء، واحترموا عقول المستمعين، وكلما قدمتم مادة تستحق أن تتابع ستجدون لها ثمنا على مر الزمان، كلما قدمتم خلاف ذلك ستجدون الحسرة والندامة عليه سواء في الدنيا، ونسأل الله أن يتولى أمرنا في الآخرة. الرسالة الثالثة إلى إدارة موقع الشاعر عبد الحميد، أخوان وزملاء وأحبة على رأسهم الشاعر عبد الحميد، نسأل الله لكم التوفيق والسداد، وأن يعينكم على إظهار شاعر القبيلة بالمستوى الذي يليق به، وأن يوفقكم في كل ما قدمتموه. الرسالة الرابعة إلى جميع الأعضاء في موقع الشاعر عبد الحميد، كنت يوما من الأيام مديرا لهذا الموقع، وربما أسأت في حق أحد أو أخطأت سواء بما تقتضيه المصلحة العامة أو ربما خطأ، فأنا بشر لست معصوم، فأستبيحكم عذرا وأقول لكم إلى الأمام. في ختام هذا البرنامج نتوجه بالشكر لك أبو عبد الله على تلبية الدعوة، وحقيقة أنت شاعر كبير، حتى وإن قللت من شأن نفسك فهذا أمر نحن نقر به ويقر به كبار الشعراء. نشكر لك استقطاع هذا الوقت معنا وتلبية الدعوة، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله دائما وابدا، ونعتذر إذا كان هناك أي خلل أو تقصير في استقباله. أبدا، الله يبتقنا وإياكم، الشكر موصول لكم يبيح على هذه الاستضافة، ونسأل الله أن نكون خيرا مما تظنون، وأن نكون قدمنا ما يفيد أخواننا المشاهدين والمتابعين من خلال الموقع. شكرا جزيلا أبو عبد الله.